ارجع لك تاني يا بلال، عايز اتكلم شويه على الاستفتاء ده، لانه في ظاهره قد تكون بتحدث لاول مره، ان في اربع حراس، في مصطفى شوبير، في امان الله مميش، وفي رونين ويليامز، واسامه بنبوت حارس اتحاد مرمى العاصمه. اتحاد العاصمه. نعم. بالظبط، يعني ده الاختيارات افضل 10 لاعبين داخل قاره افريقيا يا كابتن. وده يعني بيدي مؤشر، وان كنا بنختلف مع الاختيارات، لان احنا حتى لما نيجي نبص للاسماء اللي موجوده، في اسماء افضل منها كانت ممكن تبقى موجوده في العشر، يعني في العشر المرشحين، لكن لما تلاقي يا كابتن اربع حراس مرمى في افضل، في قائمه بتضم 10 لاعبين فقط، الموضوع بيقول ان في اصبح في ندره في المواهب داخل قاره افريقيا. انت عارف حضرتك الاتجاه في تالق شديد للحراس، او في تالق شديد للحراس طبعا. انا عارف ان انا قلت لحضرتك قبل الحلقه طبعا اربع حراس مرمى، اكيد حضرتك هتدينا طبعا المدلول الكبير لتواجدهم في القائمه. طب احنا اهم مدلول ان مصطفى شوبير فيه. لسه كنت هقول لحضرتك مدلول هو الاقرب ان هو ياخد الجايزه. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بضحك طبعا يا جماعه. الاتجاه يا كابتن اعتقد ان ندره المواهب داخل قاره افريقيا مؤشر كبير ان الانديه حتى بتخرج المواهب الصغيره بدري. ده صحيح. والدليل ان عبد العزيز عيسى اللي موجود في قائمه افضل 10 لاعبين داخل قاره افريقيا، دريم الغاني، بالظبط، بيلعب في اكاديميه دريمز الغاني اللي كانت تواجه نادي الزمالك، انتقل عبد العزيز عيسى كابتن لصفوف برشلونه الاسباني منذ ايام، لاعب مميز جدا، كان معروض على الانديه المصريه. بالظبط، كان في كلام هنا ان هو ولكن انتقل لبرشلونه الاسباني، خطوه طبعا كبيره جدا في مسيره اللاعب. عنده 18 سنه. 18 سنه. لاعب مميز جدا. كمان موجود جون انتوي اللي كان ليه تجارب هنا مع النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ومصر المقاصه، وصل لرقم كبير داخل الدوري المصري، اكثر من 70 هدف داخل الدوري المصري. انا بالنسبه لي اسمه او تواجد جون انتوي داخل قائمه افضل 10 لاعبين داخل القاره كان مفاجاه كبيره بالنسبه لي. طبعا ياسين مرياح مساك المدافع نادي الترجي، حسين الشحات واحمد سيد زيزو من مصر طبعا مع مصطفى شوبير. هو بس اللافت للنظر وجود اربع حراس مرمى زي ما قلنا في بدايه الاختيار مع اللعيبه المصريين طبعا حسين الشحات واحمد سيد زيزو. بس هيكون عندنا في مصر 3 من 10، ده حاجه ممتازه. ولكن يا كابتن مثلا يعني كنا لسه بنتكلم انا وثابت واحنا قبل الحلقه كنا بنتكلم مثلا اسم زي محمد عبد المنعم كان يستحق التواجد في افضل 10 لاعبين. مروان عطيه مثلا كان يستحق التواجد في قائمه افضل 10 لاعبين. بالظبط، علي معلول. بالظبط، يعني ولكن هو تحس ان هم عايزين يرادوا كل الانديه، لكن مش لدرجه ان انت تاخد. ممكن المنتخب يا بلال بتاعنا في كاس الامم ما عملش نتائج كويسه، فهم حطوا الفرقه اللي اخذت دوري ابطال افريقيا، يعني اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا واللي وصل نهائي الكونفدراليه في الاهلي مصطفى شوبير، عشان طبعا عمل هو كان لاعب احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا كان مصطفى شوبير، فهو الاقرب من وجهه نظري، هو احسن لاعب هو الاقرب. اللي هيخش حاجه ساعه يا ابني هنا، حاجه ساعه يا ابني هنا. لا كنت خليهم اتنين حاجه ساعه عشان انا قايل لمصطفى من قبل هات صندوق حاجه ساعه، كنت اقول لك صندوق بيبسي. يلا هو عشان اخذ هو احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا. بالظبط، مين اللي ممكن ينافسه؟ زيزو هيبقى صعب عشان هو كونفدراليه. بالظبط، حسين الشحات برضو اداؤه ما كانش زي مصطفى في البطوله دي. ممكن ويليامز. ليه ويليامز؟ لان هو بس فرقته في صن داونز ما عملش حاجه مع المنتخب، مع المنتخب اخذ مركز ثالث. فهو اللي ممكن ياخد تاني بعد مصطفى شوبير. لو هنتكلم بالعدل كمان هيبقى رقم واحد مصطفى شوبير، رقم اثنين ويليامز، رقم ثلاثه بقى هتحط ممكن تحط زيزو في الكونفدراليه. امان الله مميش برضه كان عنده تاثير كبير مع الترجي في وصول حراس صعبه شويه. الترجي احنا بنتكلم على مستوى التاثير، يعني اعلاهم تاثيرا يا كابتن او اعلاهم مصطفى شوبير كاداء فردي. بالظبط، امان الله مميش الاثنين كان عندهم الافضليه الكبيره طبعا مع زمايلهم، لكن على المستوى الاداء الفردي الاثنين دول تحديدا كان عندهم بالظبط كان عندهم دور كبير قوي في وصول لفرقهم. ويليامز زي ما الدكتور قال موضوع المنتخب ممكن يخدمه شويه، اعتقد ان عبد العزيز عيسى ووجوده ممكن يكون بعد كده بقى يخش ضمن قائمه الافضل اللي احنا هنروح لها بقى دلوقتي، وهي قائمه افضل لاعب افريقي. القائمه كابتن شهدت مفاجاه، ابرز مفاجاه طبعا هي غياب محمد صلاح لاول مره من 2017. يعني محمد صلاح لاول مره باسمه ما بقاش موجود. محمد صلاح حصل على مرتين ولا ثلاثه؟ مرتين تقريبا. خدي ماني مرتين. وحتى فيكتور اوزمن مهاجم نابولي اللي انتقل لجالاتا سراي الموسم ده اسمه كمان مش موجود، باعتباره هو يعني هو حامل اللقب او اخر واحد حصل على الجايزه. لما نيجي نشوف اسماء ابراهيم دياز ما لحقش يلعب مع المغرب قوي. لا يعني بعد ما تجنس يعني ما لعبش
لعب شهرين او ثلاثه او داخل ست شهور تقريبا، تالق شويه مع ريال مدريد بس يعني ما نورش قوي بالظبط. فلما نيجي نشوف يا كابتن ابرز الاسماء اللي موجوده في ثلاثي عربي موجود في القائمه، طبعا اشرف حكيمي بيتواجد في القائمه. هنا بقى انا بنتكلم على مستوى القاره، افضل لاعب افريقي بقى بصفه عامه، افريقي العشره قدم لنا العشره والدكتور ثابت يساعد معاك. العشره طبعا ابرزه اشرف حكيمي زي ما قلنا لاعب منتخب المغرب ولاعب البي اس جي. اشرف حكيمي يا كابتن شايف ان هو كان يستحق الجائزه الموسم الماضي باعتبار ما قدمه مع منتخب المغرب في المونديال. أوزيمين مع نابولي علشان خاطر طبعا الدوري التاريخي اللي نابولي اخذته. كمان موجود امين جويري لاعب منتخب الجزائر ولاعب نادي رين الفرنسي. لاعب هايل. سفيان رحيمي بقى كابتن، والاقرب كمان لوكمان. احنا هنتكلم احنا بنستعرض الاسماء دلوقتي. سفيان رحيمي طبعا لاعب منتخب المغرب ولاعب العين الاماراتي باعتبار ان هو توج بلقب هداف الاولمبياد ولقب طبعا الميداليه الذهبيه وكمان دوري ابطال سوري الميداليه البرونزيه المباراه ما تتنسيش وكمان دوري ابطال اسيا مع العين. لما نيجي نتكلم كمان يا كابتن على ايكونج مثلا مدافع منتخب نيجيريا، اعتقد ان هو تواجد في القائمه بسبب فوزه مع منتخب نيجيريا طبعا بكاس الامم وكان هو اللاعب الافضل. خدوا مركز ثاني سوري هو فاز وصل النهائي مع نيجيريا خسروا امام كوتيفوار بالظبط وهو فاز بلقب افضل لاعب في البطوله. مزبوط. ايكونج موجود معاه بقى لوكمان وده المرشح الابرز طبعا لوكمان يعني احرز هاتريك واحرز هاتريك كمان في مباراه نهائي اليوروبا ليج امام باير ليفركوزن الهاتريك الشهير. لوكمان واحد من افضل اللاعبين داخل منتخب نيجيريا يعني وهو المرشح الابرز للتتويج بالجائزه باعتبار ما قدمه مع المنتخب وصل فاينل ومع النادي بتاعه قدر يحصل على بطوله اوروبيه كبيره زي اليوروبا ليج. بتروح لمين يا دكتور لوكمان؟ يعني لوكمان. زي ما قلت مصطفى شوبير افضل داخل القاره غالبا الاقرب لوكمان. ليه؟ لان هو اللي حقق انجازات اكتر، هو اللي وصل نهائي كاس الامم الافريقيه مع المنتخب لسه جايب جون دلوقتي في الشوتجارت لوكمان يعني ماشي بشكل كويس يعني. جدا واخد اليوروبا ليج مع اتلانتا عامل موسم كويس جدا هو اقرب لاعب ان هو ياخدها. في لعيب تاني سيمون ادينجر اللي هو لعيب كوت ديفوار برايتون ده الاقرب ان هو ياخد افضل لاعب صاعد افضل لاعب شاب او افضل لاعب صاعد. اشرف حكيمي لا سنه ما بقاش افضل لاعب شاب ودينجرا بالمناسبه كابتن اخذ جائزه افضل لاعب شاب في بطوله امم افريقيا الماضيه صاحب هدف التعادل الشهير امام نيجيريا في الدقائق الاخيره اللي اعاد مره ثانيه الكوتيفوار لاجواء قبل ما تحرز بالظبط قبل ما تحرز نيجيريا بتستعد لرفع البطوله كاس بالظبط بالظبط ادينجرا لاعب برايتون لاعب غالبا هو اللي هياخد افضل لاعب صاعد هو الاقرب. اشرف حكيمي وسفيان رحيمي مشكلتهم المنتخب بتاعهم برضو نفس مشكله صلاح يعني ان انت المنتخب بتاعهم ما عملش انجاز في كاس الامم. اشرف حكيمي يعني الميداليه البرونزيه ما تشفعلوش المستوى الرائع اللي بيقدمه في ممكن يبقى من اول ثلاثه الحقيقه ترشيحه النهارده ريال مدريد بيتخانقوا عليه والناس كلها بتتصارع عليه واحد من افضل الظهراء طبعا من افضل الظهراء وعمل اولمبيات هايله مع منتخب المغرب بس لوكمان ممكن يبقى اشرف حكيمي في اول ثلاثه بس لوكمان الاقرب يعني الاقرب بكتير لان كمان منتخب المغرب يا كابتن ما عملش حاجه في كاس الامم في الكاس الامم حاجه عجيبه جدا المغرب عندها خصام عنيف مع كاس الامم يعني 76 خدوها وكانت بنظام الدوري ومن ساعتها ما خدوش السنه دي على ملعبهم السنه اللي هي دي على ملعبهم اتنظمت على ملعبهم برضه 88 وخسروها حاجه غريبه جدا فهو المغاربه يعني يقول لك طب وبعدين عندهم منتخب اولمبيا كابتن احمد فظيع يعني انت عندك منتخب اول قوي جدا والمنتخب الاولمبي قوي جدا فانا شايف البطوله هتبقى صعبه ولا ملعبهم يعني هم المرشح الاول والمدرب محلي في المنتخب الاولمبي وايضا وليد الرجراجي لكنه تتوقع انه يكون منافسه محتدمه يعني مش هنعرف الا في اللحظات الاخيره بالظبط هي الحفله تقريبا هتقام 16. يوم 16 في 16 مدينه ديسمبر. مراكش المغرب في المغرب هي بس الفكره ان احنا يعني الحزن داخل اوساط الكره العربيه والمصريه تحديدا على غياب اسم محمد صلاح كابتن مقارنه بالاسماء اللي احنا استعرضناها مع كامل الاحترام المركز الاول ما تفرقش معايا بقى بعد الاول الكل يتساوي صراحه يعني هو صلاح انا نحب طبعا اسمه يكون موجود على طول لكنه هو الصراحه بحب يعني لما كان من ضمن الثلاثه المرشحين لافضل لاعب في العالم ما راحش بالظبط وانا قعدت يعني اناشده روح يا صلاح لان الصوره دي تبقى تاريخيه لما مرتين يبقى ميسي ورونالدو وصلاح واقفين امبابي بيحرص على ده على فكره راح كان نفسي يعني لكن طب مرموش ما يدخلش من اول عشره ممكن الموسم القادم بقى اللي جاي بقى